ثوري مصطفى رئيس جمعية الشابي للتربية والثقافة لقدماء مدارس بالمسيك. كما تعلمون في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب وباقي دول العالم لجائحة كورونا، ارسأت جمعية الشابي وجمعية سترونج بالمسيك على إنشاء هذه الجدارية، حيث الهدف منها وهو تمرير والتبليغ رسالة الشكر إلى كل من في هذه الواجهة، ألا وهي واجهة تصدي ضد هذه الجائحة. وهذه الجدارية تضم ثلاث لوحات. اللوحة الأولى كما تشاهدون لوحة تضم مختلف الفئات التي تساهم في وتوجد في الواجهة، مثل الجيش الملكي والدرك الملكي والوقاية المدنية، وكذلك هناك رجال التعليم ونساء التعليم ورجال النظافة الذين ينتمون إلى مقاطعة بالمسيك، ولا ننسى أيضا هناك الصحافة التي تلعب دور مهم جدا مهم في تبليغ النصائح والإرشادات إلى المواطن حتى يمكثوا في منازلهم ولا يكون الضرر كبير على الشعب المغربي. وكذلك لا ننسى أن نقدم الولاء والمحبة والإخلاص إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، الذي ضحى بما هو غالي ونفيس ألا وهو اقتصاد البلاد من أجل شعبه العزيز. السلام عليكم. عطاء الله عبد الرحيم، مستشار بالجمعية، نصف الجمعية، جمعية أبو قاسم الشابي. الجدارية اللي هي طولها 39 متر والعلو ديالها 4 أمتار، مدة العمل ديالها تقريبا واحد 5 أيام وحنا قدامين فيها، اللي هي كتعبر على بزاف د الحوايج، منها التضحيات اللي قاموا بها الأطباء والناس ديال الدولة والناس اللي هما تعليم والدرك وغير جميع من ساهم في إدخال البسمة على المرضى، والحمد لله حنا غاديين مزيان. هذه الساعه الجداريه اللي طلبت لنا يعني واحد المده ديال الوقت ديال 4 ايام ولا 5 ايام، الحمد لله كان الاختتام نهار السبت، والجداريه راه يعني طويله ومعبره وفيها كلمه شكر لجميع الاطر اللي هما خدموا هذه البلاد. ومن هذا المنبر كنحيي صحيفه 24 وصاحب الجلاله الله ينصره. من خلال منبركم هذا الصحيفة 24، أنا أشكر جميع السلطات والجهات التي حضرت أثناء الاختتام، على وعلى رأسهم ممثلي عمالة مقاطعة بالمسيك والعمالة الطبية، وكذلك ممثلة الأستاذة التي مثلت المندوبية الإقليمية لوزارة التربية والوطنية. وكذلك أقدم الشكر الجزيل إلى يعني رؤساء المصالح الإدارية وعلى رأسهم السيد الباشا وكل من حضر، وكذلك رئيس المقاطعة بالمسيك الذي هو كينا أيضا حضر وسندنا، وأشكر الجميع وكذلك الساكنة التي يعني مدت لنا مد معنوي حتى تم إبراز هذه الجدارية. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.